مرحبا بكم. اليوم تلعبوا مقابلة الدفعة الثانية من الجولة السادسة من البطولة في المجموعة الأولى. اتحاد بن قردان تمكن من الفوز اليوم على ضيفه أمل حمام سوسة بنتيجة 2-1. فخر العوجي تتحل النتيجة لاتحاد بن قردان في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأولي. تمكن أمل حمام سوسة في العودة في النتيجة عن طريق أمين تريت اللي سجل بونتو في الوقت البدل الضايع من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أيوب مشارك يتسجل هدف الانتصار لاتحاد بن قردان في الدقيقة 61. نجم المتلوي نادي حملالف تعادلوا 2-2. غيث الصغير تتحل نتيجة لهمهمة من ضربة جزاء في الدقيقة 47. إيمانويل توزوكو يتمكن من تعديل النتيجة لنجم المتلوي في الدقيقة 67. هاشم عباس يعطي الأسبقية من جديد لنجم المتلوي في الدقيقة 77. لكن لؤي زروخ يتمكن من تعديل النتيجة لنادي حملالف في الدقيقة 90+4. البارح في نفس المجموعة سي اس اس خسر الأرضية ميدانه قدام نادي البنزرتي. وغدوة تكون آخر مباراة من المجموعة الأولى من الجولة السادسة. الترجي ينزل ضيف في تطاوين في ملعب بير الأحمر على حساب اتحاد تطاوين. الترتيب في المجموعة الأولى: الترجي الأول ب 10 نقاط مع سي اس اس ونادي البنزرتي. اتحاد بن قردان الرابع ب 8 نقاط. مركز خامس فيه اتحاد تطاوين 7 نقاط. مركز سادس لنجم المتلوي 6 نقاط. مركز سابع أمل حمام سوسة 5 نقاط. مرتبة الأخيرة لنادي حملالف في 4 نقاط. في المجموعة الثانية الاتحاد المنستيري وصل حصد نتائجه الإيجابية وتمكن من الفوز على أرضية ميدانه 2-1 على حساب الأولمبي البيجي. بونتوات الاتحاد المنستيري مركهم إدريس المحيرسي في الدقيقة 28 وروجيا أولو تمكن من إضافة هدف الثاني في الدقيقة 62. وأمين جبرلا ذل الفارق الأولمبي البيجي في الدقيقة 64. وبطولة أمين جبرلا هو أول هدف يقبله الاتحاد المنستيري من بداية البطولة. النادي الافريقي في المنزه فاز على ضيفه ترجي جيس بنتيجة 1-0. هدف النادي الافريقي مركاه بلال العيفة في دقيقة 63 بعد ما اضاع ضربة جزاء صدر الحارس الصادق يدعس. ترجع قدام بلال العيفة يحولها الهدف الانتصار النادي الافريقي. مستقبل سليمان حقق اليوم أول انتصار له الموسم. هذا انتصار جاء على حساب هلال الشابة من ضربة جزاء كان سجل بنجاح المهاجم محمد علي بن حمود. غدوة تكون آخر مباراة من الجولة هذه المجموعة الثانية. ماضي ساعتين نجم الساحلي في ملعب ولي الحوار يواجه مستقبل الرجيش. وضعية الترتيب في المجموعة الثانية: الاتحاد المنستيري في الصدارة 14 نقطة. مركز ثاني للنادي الإفريقي ب 11 نقطة. مستقبل الرجيش الثالث ب 8 نقاط. هلال الشابة الرابع ب 7 نقاط. مركز خامس أولمبي البيجي 6 نقاط. مستقبل سليمان السادس 5 نقاط. مركز الأخير النجم الساحلي ترجي جيس ب 4 نقاط. اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرر إيقاف زوز حكام إلى أجل غير مسمى للغواياني أندريس كونا وأيضا مواطن حكم الفار كيف الغواياني استيبان دانييل اللي كانوا حاضرين في ماتش القمة بين الأرجنتين والبرازيل. ماتش تلعب بنهار 3 في الليل. وحسب الاتحاد الأمريكي الجنوبي اللي هما عملوا أخطاء فضيحة وتم التغافل عليها بعد التقارير خذوا العقوبة بإيقاف الحكام هذا من اللزوز. ونذكر الماتش هذا كانوا فيه بتعادل 0-0 وبالتعادل ذاك المنتخب الأرجنتيني تأهل للمونديال قطر. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. تقع على السيت موزايكا فامبو.